يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من أكثر من 813 ألف شخص فيما تجاوز عدد من حصل على الجرعة الثانية من التطعيم 600 و600 ألف وشخصين هذا وتشدد وزارة الصحة على أهمية العمل للعودة إلى المعدلات الآمنة للحالات القائمة كما كانت عليه في الشهور السابقة